وفي مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، أكد المستشار الدكتور مالالا الحمادي عضو مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن التوجيهات الملكية ودعم جلالة الملك المفدى كان له الفضل الكبير في تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين. ولا شك من أن توجيه جلالته بشأن وضع الآليات التنفيذية للسجون المفتوحة يمثل نقلة نوعية في النظام العدلي والمنظومة التشريعية لحقوق الإنسان، وعلى الأخص ما يتعلق منها بالإصلاح والتأهيل، حيث بموجب هذا البرنامج يعود المحكوم إلى مجتمعه ويمارس حياته بصورة طبيعية ويقوم بين أسرته وعائلته ويساهم في تنمية وطنه خلال الأوقات المحددة، وذلك وفقا لما سيتم وضعه من ضوابط محددة تحقق العدالة الجنائية. فكل ما سبق يدل دلالة واضحة على الإرادة الملكية السامية الجادة والصادقة لتطوير الأنظمة العقابية بما يتوافق مع التوجهات والبرامج الدولية في هذا المجال، وبما يحقق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لذوي المحكوم عليهم والمحيطين بهم والمجتمع ككل، الأمر الذي سينعكس إيجابا بطبيعة الحال على مملكة البحرين بصورة عامة.